السلام عليكم. اليوم راح نشرح الخوارزميات الاو اس. طبعا ما راح نشرح العملي، يعني العملي تقدر تراجعه بالمحاضرات، تقدر تشوفه. طبعا اذا كملنا الخوارزميات تقدر تسالنا اي سؤال، واي وقت تقدر تسال اي سؤال بالجروب راح نقدر نجاوبك. تمام، راح نشرح خوارزميات الفيرست كم فيرست سيرفيد. اوكي، طبعا شارحين احنا كنظر يعني كنظر، خلينا نقول شارحين هالفكره، واعتقد شايفينها بالفيديو. جيد، شايفينها بالفيديو 2، ما عندكم اي مشكله. هسه اليوم نشرح طريقه العمل مالتها، واعتقد اغلبكم يعني مفتهمها، ماكو اي مشكله، دير بالكم اخوان. جيد، فان شاء الله سهله. جيد، شنو فكره الفيرست كم فيرست سيرفيد؟ عندي كيو اني يعني هسه نفتح الوايت بورد شويه نشخبط بيها نحكي الوايت بورد. جيد، نفتح البيانت، سوري ما نحفظ أي ما موجود بالكلمة. جيد، فإذا عدنا الفيرست بس انتبهوا شباب، انتبهوا للمايك وانتبهوا للشي اسمه رجاء، انتبهوا للمايك وانتبهوا للفيديو. أوكي جيد، ف أخوان ما أعرف أكو شخص موجود. فعندنا كيو لنفرض، لنفرض هاي كيو، سوري، لنفرض هذا كيو عندنا. أوكي، فالكيو تتذكرون شلون تترتب بيه تترتب بيه شو اسمه، شلون تترتب بيه. مثلا جتي البي 1، البي 1 تترتب هيجي. أوكي، جتي البي 2 تترتب هيجي. اوكي، هذا ريدي كيو نسميه، شو نسميه؟ ريدي كيو، شويه صايره هنا شخابي، هذا ريدي كيو. اوكي، جت البي 3، خلينا نحكي بدون خوارزمية باعتبار بدا ما مسوي اي خوارزمية احنا هسه، بي 3 وبي 4. اوكي، بي 4 وبي 5. اوكي، طبعا يعني ما واضح يجوز بس دا احكي هنا يعني ما عندكم اي مشكله ان شاء الله. شو اسمه؟ اوكي، الامور طيبه ان شاء الله. تمام، ف بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 ذا ريدي كيو، هذا يسموه شنو؟ يعني حكيتكم اياه حتى تكون واضح تفهموه، هذا يسموه شنو؟ الريدي كيو. اوكي، الريدي كيو. اوكي، هذا يسمون ريدي كيو. جيد، هذني البروسيسات البي، البروسيسز البي. اوكي، بس اخوان رجاء انتبهوا، خرعتوني عبالي انفتح الفيديو. جيد، اخوان انتبهوا لل شو اسمه، ارجوكم انتبهوا لحظة اوكي، والله حتى نسيت وين تشيلز. عندنا الريدي كيو بالعمليات. اوكي، ودخلنا عمليات هسه ما مشتغلين اي خوارزمي، مجرد عندنا الريدي كيو دخلنا بعمليات. الكيو تدرون انتو يدخل عمليه مالت الكيو بصوره عامه، يدخل اولا يخرج اولا. فاول خوارزميه اسمها الفيرست كم فيرست سيرفيد. هاي شنو فكرتها؟ كلش سهل، مجرد نفهم الكيو شلون يشتغل. انت اكيد اتخذت بالثاني، اكيد عندك واضح. فهذا شو يقول لك الكيو؟ يقول لك اني جبت البروسيس، طلع البروسيس قبل، يعني مجرد تستخدم دالتين اللي هي الان كيو وشنو؟ والدي كيو. طبعا كلهن كلهن احنا كلهن كيو عندنا، يعني كل الخوارزميات كلهن
سواء الشورتست، الفيرست كام، البرايورتي، حتى البريميتيف مال الشورتست جوب، الراوند روبن، كل الخوارزميات بيها ردي كيو. انتو اذا نحكي على يعني من جانب الاو اس هو شنو شلون يشتغل، يقول لك عندي ردي كيو سي بي يو ينفذهن. اوكي مو صحيح، اذا كان للسي بي يو ينفذهن. المهم الفكره الاساسيه ولازم كيو، فانا لازم عندي طريقه لادخال المعلومات وكذلك طريقه لسحب المعلومات. اوكي فاكيد دوال الان كيو اللي هي الادخال كانما تسميه مو الا بهذا الاسم، سميها انبوت او اوتبوت كيفك اي اسم. المهم هاي الان كيو ما راح اشرحها لان فد شيء بسيط جيد، وهاي الدي كيو فد شيء بسيط ما اشرحها زين، راح اشرح فد شيء مهم اللي هو البروسيس. البروسيس مكونه من شنو؟ مكونه عباره عن مبدئيا عباره عن خلينا نقول تو باراميتر او تو فيتشر. تمام زين، شنو الفيتشر؟ الفيتشر التايم تنفيذ تايم اكسكيوشن وقت التنفيذ مالتها واسم العمليه. لازم اكيد اسم العمليه مبدئيا لازم عمليه لها اسم ولازم لها وقت، اكيد كل عمليه لها وقت. بعد اكو غير باراميتر اي نعم اكو بس مو هسه ناخذ يعني حتى الى حد ما جزء ما دخلت بهذا الامتحان. اوكي زين، هسه شلون نشتغل بهاي الخوارزميه؟ يعني شلون نشتغل عليها؟ انتبهوا شويه شلون نشتغل على هاي الخوارزميه. هسه عندي ستراكشر، حدنا واضح الامور، عندي ستراكشر اللي هو الاسم والتايم مالت العمليه، وعندي الان كيو وعندي الدي كيو. بس داني شرحتهن، وعندي هو بالاساس الكيو بس داني شرحتهن. اكو هذا مشكله لحد ما شرح انا خوارزميه، مجرد دا اعطي شلون نقول البيسكس مال شنو مال السي بي يو شلون يشتغل. اكو سؤال هنا أنا او اكمل، سواء تفتحون مايك او تكتبون بالشات ما عندي مشكله، بس اعطوني خبر حتى يعني اكمل. اوكي يعني اذا عندكم سؤال اكتبوا لي، واذا ماكو قولوا لي كمل حتى كمل. ماكو انتراكشن منكم شباب؟ صوتي واضح؟ كمل واضح. اوكي هسه هنا احنا ما شرحنا هذا الشيء، مجرد فد شيء اساسي اللي هو الان كيو والدي كيو والكيو بصوره عامه شلون يشتغل. بس زين هسه خوارزميه اسمها الفيرست كم فيرست سيرفيس. واحد شو يقول؟ واحد يقول هي اصلا هو مبدا الكيو هو هذا. اي نعم مبدا الكيو هو. فهاي الخوارزميه هاي جدا بدائيه، يعني كان عندهم بس كيو قبل يدخل الكيو قبل يطلع. يعني هسه هاي اول خوارزميه اللي هي كان جدا بدائيه، يدخل بالكيو قبل شنو؟ قبل يتنفذ. يعني اول عمليه يتنفذ يا هي البي 1، ثاني عمليه منه البي 2، ثالث عمليه البي 3، البي 4، بغض النظر عن حجم العمليه، عن اهميتها، بغض النظر عن كل شيء. هذا كانت خوارزميه جدا بدائيه وجدا سهله ككود او كفكره مالتها جدا سهله. كان عندهم كيو وشنو؟ وتدخل العمليه تطلع مباشره. فاني بهاي الخوارزميه شنو احتاج؟ اقول لك كل شيء ما تحتاج. انت شنو؟ هاي الخوارزميه ما تحتاج شيء، مجرد عندك داله الان كيو، مجرد عندك داله شو اسمه؟ الدي كيو. جيد زين. هسه مجرد خلينا لحد هنا سوينا شنو؟ سويت ان كيو شنو اقصد يعني؟ انبوت داتا. ما واضحه عندكم يمكن، بس هاي سوي انبوت داتا هذني كلهم انبوت. والدي كيو شنو؟ خلينا نقول هولد او اوتبوت داتا. اوكي تمام، هاي اوتبوت الدي كيو والان كيو شنو؟ انبوت. زين هسه عمليه دخلت ثاني، دخلت ثلاث عمليات. خلينا نغير هذا هنا مثلا، خليها مبدئيا. هسه عندنا بي 1 وبي 2 وبي 3. جيد حسين شنو صار؟ دخلناها، منو دخلت اول شيء؟ هسه نجي نرسم الكيو مالتنا. منو اول شيء دخلت؟ خلينا نجي نرسم هذا. سوري اذا نجي الرسمه هسه، من اول شيء دخلت؟ اذا عندي هذا الكيو هسه اني الشيبس نرسم هذا شيء، نجي هنا نختار الراين. اذا عندي ثلاث عمليات هسه، من دخلت بي 1، نو من دخلت بي 2.
نو منو دخلت بي 3 مو صحيح؟ مو صح؟ زين التايم مال كل وحده انا هنا أنا ما اهتم للتايم. ليش ما اهتم له؟ يعني قلت لكم فيرست كم فيرست سيرفت، اول واحد يجيني انا اخدمه او اقدم له الخدمه. جيد، من اول واحد جاني؟ اول واحد جاني اللي هو البي 1. جيد زين، هسه لازم اول ما انفذ من يطلع، اذا اسحب هسه انفذ من يطلع لي اول شيء البي 1، ثاني واحد من اسحب من يطلع لي البي 2، ثالث واحد من يطلع لي البي 3. جيد زين، هسه خلينا ننفذ، خلينا نسوي هنا في خوارزميه يعني فت شو اسمه FCFS. اوكي نجي نقول له طلع لي كل الخوارزميات، فشلون اطلع الحين؟ اقول له فور انتجر اي يساوي، طبعا بس مجرد يعني تدرون انتم عندكم فد شيء فرونت اللي فرونت البدايه والرير اللي هو النهايه. اوكي طبعا مجرد فد شيء بسيط، مجرد دا اقول له شنو اوكي تمام، فاجي هنا اقول له تعال نفذ لي اياها، ما اريد اكتب كل سنه. فش قلت له؟ قلت له نفذ لي هاي الخوارزميه. هاي الخوارزميه احنا مثل ما اتفقنا انه مجرد نسوي ان كيو هاي تجي شنو؟ بس مجرد تسوي دي كيو. اوكي هاي ليش مترو؟ اكو سؤال اعتقد بالشات. جيد؟ ف ايش اسمه نكمل، ماكو مشكله. زين هسه مجرد دخلنا الخوارزميه راح نجي نسحب، خلينا نجي نشوف هسه بدون بغض النظر عن بين الشغلات، بغض النظر عن هاي الشغله. اوكي هاي طبعا هنا بيفور هنا أنا. اوكي هسه مجرد دخلناهم، خلينا نجرب نشوف ايش صار، خلينا نشيل هاي الخوارزميه. شوف مجرد ادخال هسه واضحه عندكم الاوتبوت؟ واضح يمكم؟ مجرد دخلت الخوارزميات عفوا البروسيس بي 1 13 بي 2 2 وبي 3 ايش قد؟ 1 11 عفوا. اوكي هسه حسين نفذ الخوارزميه، خلنا نشوف. اقول لك اوكي نجيب هاي الفانكشن، طبعا فانكشن او تكتب كتابيتك ماكو مشكله، بس انا افضل فانكشن حتى شنو؟ الجزء العمل حتى تفتهمه. خلنا نجي ننفذ، نجي ننفذ بس خلنا نحط هنا في العباره print before، خلينا ننزل شوية اوكي سوري اوكي. فهاي هاي قبل ايش اسمه اوكي النوب، اجينا شنو بدون ويت تايم، نسيت بالي ويت تايم، انسى الويت تايم. باع هنا من تنفذت اول شيء البي 1، من تنفذ ثاني شيء البي 2، من تنفذ ثالث شيء البي 3، بغض النظر عن حجمها عن يعني برايورتي مالتها، ما هي كل شيء يعني اني تجيني عمليه قبل طلع عمليه، ما اسوي اي عمليه على الكيو، يعني هذا الكيو ما اسوي له ري اوردر او انفذ في جزء منه او شيء، ما لا تجيني قبل اخرجها. زين هسه اذا اريد نحسب الويت تايم، اذا اريد نحسب الويت تايم لكل وحده، زين شلون نحسب الويت تايم لكل وحده؟ شلون نحسبها؟ ويت تايم لكل وحده لنفرض هاي، لنفرض هاي ايش قد هسه؟ مو نفرض، خلينا نجي نحل ليش نفرض؟ هاي ايش قد 13، فهاي من بعد دائما سوري طفي هذا. هاي دائما من تبدي؟ من الصفر، كل الشارت راح يصير مقلوبي هسه، خليني اسوي لكم اياها بالصحيح. هسه نجي ننفذ البي 1 اول وحده، تنفذ هنا منو؟ البي 2، هنا منو؟ البي 3. اوكي طبعا داش نظر وعمل حتى تكون عندكم واضحه الصوره. من دائما نبدا من الصفر. اوكي الصفر زائد شنو؟ الصفر زائد حجم التنفيذ، حجم التنفيذ ايش قد؟ 13. فاجي اقول له شنو؟ 13. اوكي زين البعده شنو؟ اذا الصوره البعده شنو؟ 13 وايش قد هنا؟ 2، فايش قد يصير هنا؟ 15. اوكي انت اكيد مفتهمين يعني هاي بس عادة. زين زين والاخيره 11 زائد 15 ايش قد؟ 20 26. اوكي بس المايك اخوان اوكي لا اخوان بس مايك مالتكم جيد ميامين ما داخله ايش اسمه ما داخله بالاوديو يعني ما اسمع اي شيء جيد هسه نجي شنو
فقلنا 15 زائد 11 ايش قد تصير؟ 26. هسه اوكي، هسه الوايت تايم مال الاول ايش قد انتظرت؟ ما انتظرت، هي واصله وقبلت تنفذ الصفر. زين الوايت تايم مال الثاني انتظرت ايش قد؟ انتظرت التايم ما قبلها، ايش قد قبلها انتظرتها، يعني مثلا قد قبلها 100 عمليه، يعني خلينا نقول عفوا 100 الزمن مالته انتظرت 100، يعني انتظرت 500 فايش قد انتظرت مال قبلها. زين المجموع القبلها اقصد، يعني مجموع القبلها انتظرتها. زين الاي بي 3 انتظرت مجموع منه، مجموع القبلها. زين القبلها ايش قد؟ البي 1 ايش قد حجمها؟ 13، والبي 2 ايش قد؟ 2، فايش قد صارت؟ 15. فالبي 3 قد انتظرت 15، وهكذا، يعني مجموع القبلها تجمعها ينتظر. اوكي زين، هسه شلون نجي هنا؟ شلون نسوي عمليه جمع بسيطه؟ وين البراءة يطلع لي يعني. فلان نجي ننفذ نشوفه، هذا قد انتظر صفر، هذا قد انتظر 13، هذا قد انتظر 15، مثل ما موضح هنا. اوكي مثل ما موضح هنا، هذا الويت تايم. زين هسه تطلب منك مثلا تطلب منك شنو؟ تطلب منك الافرج. الافرج ويت تايم سهل، انت مجرد طلعت هذا التايم اللي هو شنو افرج ويت تايم؟ افرج ويت تايم هذين التايم لان طلعتهم الويت مجموعهم تقسيم 3، فمجرد تجمعهم ببساطه، يعني تجمع كل التايمات. اوكي تجمعهم التايمات الويت. اوكي الويت تايم جمع، وين الويت تايم؟ هو اللي هو بس انتبه، الويت تايم شنو؟ تجمع مات الاول زائد الثاني زائد، يعني الاخير دائما شنو؟ الاخير دائما الاخير شنو؟ ما يكون بالحسبان. اوكي الاخير دائما ما يكون بالحسبان، ليش؟ لان بعد يعني شلون اوضحك يا، تعال هنا مثلا، تعال الرسم، انا مثلا اجمع الويت تايم مال ذني، ايش اقول له؟ اقول له هاي ايش قد انتظرت؟ يعني هاي الخوارزميه بالسهوله، هاي الخوارزميه بابسط صوره، هاي ايش قد انتظرت؟ 13. اوكي اللي وراها ايش قد؟ 2، فايش قد صارت؟ 15. بعد ما يحتاج احسب هاي، انا ما يحتاج احسب هاي اللي وراها، نحتاج يعني احسب الويت تايم مال هاي، هاي صفر اصلا اوريدي مبينه، دائما الاولى صفر والثانيه دائما مجموع قبلها والثالثه، اذا يعني الاخيره دائما خليها مو بالحسبان. ليش؟ لان ما تستفاد منه اذا تحسبها، يعني كانه ما تحسب هذا ال 26 مال اللي بعدها، انت ما تحتاج اصلا. اوكي فاحسب شنو؟ الحلقه قبل الاخير. زين هاي شلون؟ مجرد بالفور شو تقول له؟ ما طلعنا حاطي يساوي سوري، شو تقول له؟ تقول له الاخير تخلي لي اياه بالحسبان ببساطة، تجمعهن وتقسمها عددهن. السايز شنو هذا؟ يعني أقصد حجم كم بروسس أنا حاطة، يعني نسوي فوق ديفاين ومطيط 3. أوكي هنا أكو سؤال شباب، شنو حسبنا الويت تايم؟ لو أكو مشكلة ويت تايم سهل، عفوا برج ويت تايم سهل، مجرد تدري أنت تجمع كل الويت تايم تقسيم شنو؟ تقسيم شنو؟ الويت تايم كله تقسيم العدد. تقدر هنا أنا واحد شيء يقول أنا زين بدش اسمه بدي كيو، أقدر أو بهاي العملية وين سويت هنا دي كيو، تقدر وديان الطبعة بكيف، تقدر هنا يعني من هاي تسوي عداد وتجمعهم بهاي الطريقة، أهم أنا صحيح ماكو مشكلة. أوكي بتفكيرك تقدر تسوي هنا سميشن مثلا متغير وتجمعهم، ماكو مشكلة، تقدر تسوي هالدالة خارجية هي أفضل، أهم أنا ماكو مشكلة، يعني بكيفك أنت، يا ما دالة خارجية بس أنا أشتغل دالة خارجية ليش؟ حتى ما صار عليكم دوخة، كل دالة شو اسمه كل دالة واحدة. اوكي كل دالة واحدة جيد. هسه شلون نطبع الافرج ويت تايم؟ نجي هنا الافرج ويت تايم شو اسمه نقول له اطبع لي اياه، ايش قد يطلع لي؟ 5. ليش؟ لان اذا نجمع 0 و3 و 0 و3 و5 مو صفر وثلاثة وشنو؟ صفر وثلاثة وخمسطعش يطلع شنو؟ يطلع لك 28، تجي كالكوليتر 28 تقسيم شنو؟ ثلاثة. ليش طلع؟ على كيفك غلط، 13 و2 15 تقسيم 3 5. انا ايش قلت؟ 2 سوري مال البي 2 مو 13 سوري، هنا انا كاتبها 2 يعني تمام سوري، فيطلع لكم ايش قد؟ يطلع لكم 15 تقسيم تقسيم 3، فيطلع لك شنو؟ 15 تقسيم 3 يطلع لك 5. اوكي طبعا تسويها فلوت، ليش تسويها فلوت؟ لان
مرات تصير كسور، فدائما الداله خليها ترجع شنو، خليها ترجع فلوت، يعني سوي متغير فلوت حتى تطلع لك اذا بيها كسور. جيد، هسه هنا الشورتست عفوا الفيرست كان فيرست سيرفيت ما بيها مشكله. هسه نجي على الشورتست جوب فيرست. اوكي، هاي الخوارزمية، هاي شنو الفكره مالتها؟ هاي يعني بسهوله ببساطه ابسط صوره، ترون شنو هي؟ يعني شرتها بقناتكم. ابسط صوره مثلا اني مثلا عندي اني عندي اني شنو عندي هاي البروسيس، هنا انا راح يجي شنو، راح يجي الوقت مالتها، يعني حيصير عندي مهم. قبل شويه ايش قلنا احنا؟ قبل شويه ايش قلنا؟ قلنا وقت مو مهم، يعني وقت التنفيذ مو مهم، قلنا يجي وتنفذ ماكو مشكله. فهذه وقتها وقت تنفيذها 13. اوكي، هاي قبل وقت تنفيذها ايش اسمه 2، هاي قبل وقت تنفيذها 15 اعتقد 11 صار ممكن، والله ما اتذكر 11. تمام، فاذا كل واحد وقت تنفيذها. زين، هسه من هي الاقصر؟ من هي الاقصر؟ الاقصر 2. زين، بعدها من يجي؟ بعدها 3، بعدها من يجي؟ 13. زين، اسهل طريقه شو تسوي؟ مجرد تسوي لهم شو اسمه، تسوي لهم سورت، مجرد شنو تسوي لهم سورت. اوكي، مجرد ترتبهم يعني شنو تصاعدي، يعني من اصغر واحد انه يجي بعده اللي هو هسه بي 2 اصغر واحد، انه شنو يجي بعده البي 3، ويجي بعده منو البي 1 وهكذا. اوكي، اذا اكو بعد يعني بروسيسات، بس هسه احنا ناخذ نتار 3 وتقدر تطور عليها. جاي هسه نجي نشوف ماذا الكود شو اسمه الشورتس جوب فيرست. اوكي، هنا انا مجرد اكو واحد حكى جيد، هنا انا مجرد شنو، مجرد مجرد سواء اسواب او فو سورت. السورت هو شنو؟ تذكروا هاي الطريقة حتى تكون سهلة كلش لكم، هاي الطريقة اللي هي البابل سورت اللي هي عندكم. اوكي، اللي هي يعني تذكروها، اعتقد اغلبكم يتذكرها، يعني ممكن اغلبكم يستخدمها اصلا بالسورت، ما يستخدم لا سي ار شيء، المهم يعني مندوب حتى. فاي اي سورت انت تشوفه تمام، المهم يعني ترتبهن. زين، انا شفنا سوت سواب، شنو سوت سواب؟ للتايم وللنيم. واحد يقول هو انا عندي بس التايم مهم، صح بس التايم، بس هو مو يعني مثلا تخلي التايم 2 للبي 1 وهيك، لا، لازم نسوي سواب، نسوي سواب كلهن. اوكي، يعني اذا تسوي سواب بس هيك ايش حيصير عندك؟ مثلا الاثنين راح يصير مكان الواحد، والواحد يصير عفوا يصير الاثنين الان، يعني يتخربط التايم، ما يصير ويا شو اسمه ويا الاسم. يعني لازم شنو؟ لازم تسوي سواب كلهن. اذا عندك اكثر يعني تذكرون كنا نسوي مثلا معلومات الطلاب او شيء، كنا نسوي سواب للدرجات، للاسماء، للاي دي، للادرس، مو صحيح؟ فهيك يكون عمليه انه نسوي سواب شنو؟ نسوي سواب الكل الانفورميشن الموجوده وين؟ بالستراكشر. اوكي، نسوي سواب كل عمل كل الانفورميشن موجوده وين؟ بالستراكشر. جيد، مجرد سواب، ما اعتقد اكو مشكله بي اخوان سواب، بس سواب للكيو طبعا، يعني اقصد اكو اذا هاي كتبوا لي بالشات. ليش ما نسوي سواب مباشر حسين؟ ستراكشر 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 ما يصير، راح اخذ ادرس. وذا ترى صار عندي، ما راح يساعدك، لا اذا تسوي هيك راح يساعدك ادرس. اللغه راح تعالجه من واحده ترى، لا لا ما تعالج اسمه. جربت؟ اي طبعا جربت، نفس الكلاس، تذكرون الكلاس الكوبي كونستراكتر، صار ادوخهم بالكوب عميل، هيك خليها. لازم تعالج الكوبي كونستراكتر وهاي التفاصيل اللي هي اصلا انتو يعني في غنى عنها. مو فهيك سويها افضل. ها؟ مو ادري ما بيها كلاس اصلا، ادري ما بيها كلاس، المهم يعني ما راح اصير عندك. هسه شوف لحظه، هسه راح انفذكم اياها وتشوفون انه شنو يقصد عميل. عيني هسه هنا اكو مشكله بالسواب، عفوا بالسورت، بس اكتبوا لي بالشات اذا اكو مشكله، واذا ماكو هم قولوا لي واضح حتى اكمل. طبعا بقى 10 دقائق حتى نكمل هاي ونسوي سيشن ثانيه، مو مشكله يعني، بس خلينا نشرح. باين
هسه خلينا اول شيء خلينا نقفله بعدين نرجع على نسوي سواب للكلاس كله للستراكشر كله بس اكو اوكي بعدين نسوي للستراكشر كله يعني. هسه نجي نعلق ذني نجي نعلق شنو ذني هذا نجي ننفذ الاس جي طبعا اخوان مو شرط دوال مو شرط دوال بس انا اذا اسوي دوال الغايه شنو هي الغايه حتى تفتهم يعني السيجمنت افضل مو كل هاد يعني اذا حط هنا ثاني كود تصير عليك دوخه سيجمنت يكون افضل جيد. هسه اذا ما نفذنا لازم نطبعها احنا نسويها دي كيو بعد خلنا نجي هنا مجرد نسويها شنو دي كيو اوكي. شوف اخوان هسه هنا ايش سوى هنا ايش سوى هنا جاب اول شيء من هي الاصغر الاصغر لو شوفوها البي 2 تمام الاصغر البي 2 بعدها من هي الاصغر ال 11 والنوب يرجع على اليمن يرجع على الواحد في حالك اثنين نفس السايز قبل ما نبدل قبل نروح للستركتشر حتى نروح للستركتشر راح شنو انتبه اول شيء من هي الاصغر 13 وانه بيرجع على البي 1 بواسطه وانه بيرجع على البي 2 بنفسه طبعا الويت تايم تشوفوا يعني ده يختلف ليش حسب الانتظار مالته اوكي يعني هسه هذا قاعد يتنفذ 11 الوقت اللي وراه قاعد ينتظر اكيد 11 هذا قاعد يتنفذ 13 زائد 11 قد يصير 24 ويت تايم وهكذا الافرج ويت تايم هنا ما راح يصير بيه مشكله ليش اخوان مجموعه على العدد من يقول لي اذا يقول لي ليش يعني اذا واحد من الشات من يقول لي ليش هذا الافرج ويت تايم هسه راح يصير نفس ايش اسمه نفس ال الفيرست كم فيرست سيرف عندكم فكره عن ليش راح يصير نفسه؟ راح يصير نفسه لان بس لحظه راح يصير نفسه لان شنو؟ لان هو ما سوى له اي شيء مجرد بدل الترتيب بقى الويت عندك شنو؟ بقى الويت فنرجع الويت وين الويت؟ اوكي يجي هو يجمعهم كلهم تمام فراح نجي هسه ننفذ الويت طبعا احنا غيرنا بالقيم سوينا هاي 13 اعتقد اوكي هيا نفذ طلع لنا الويت تايم ايش قد 8.6 انت هنا طلع لنا كسور قبل شويه ما طلع كسور طلع رقم صحيح فانت انتبه لازم شنو تسوي فلوت اوكي طبعا تقدر تسوي يعني تقلل شو اسمه مالت المراتب وهاي لا تريد ليش اوكي هسه شو اسمه هسه اريد شنو اني اريد اسوي السورت انتبهوا هنا نسوي السورت هيك ليش ما نسوي السورت للكل انتبه خلينا نجي هسه نسوي ستراكشر ستراكشر مثلا تيم خلينا نقول تي اوكي ستراكشر بروسس نوعه بس اسم بورسس هاي انا كتبت هنا خطأ اعتقد وينها؟ بروسس اوكي لا صحيح بس ماني استعجلت هسه اوكي هسه عندي بروسس انتبهوا في الشغله اني راح احكي عليها هسه اذا اريد نسوي سواب نريد نسوي سواب شنو؟ نريد نسوي سواب ستراكشر انتبهوا يعني اقول له تي يساوي كيو للاي اوكي كيو كابيتال بس لحظه اوكي كيو شنو؟ للاي ليش للاي شباب للاي ليش لان شنو قد احول اني كيو كله مو بس التايم مالته هاي بتحصل مشكله طبعا انتبهوا بس اذا لكم شنو مشكله النوم نجي تدرون انتم طريقه الاسواب بعد يعني راح اشرحها اسويه بسرعه حتى اوكي هسه هيك شيء خلينا نعلق لنا اوكي اوكي شباب شوف انتبهوا هسه المفروض ننفذ الامور طيبه ليش ما سوى سواب سوى سواب تمام اها سوى سواب هذا كان طلعت لنا بروبلم كانت مشكله هيك شيء سوى مشكله بالسي بلس بلس تصير مشكلة بالسي ما تصير حسين
ما مجربها بس هي كانت تصير مشكله كوبي كونستراكتر وهاي التفاصيل. المهم هسه اوكي اذا هيك بعد تمام احسن. مكان ما تسوي سواب الكلهم تجي تسوي شنو سواب الستراكشر كله اوكي. فهو يسوي بالتالي شو حيسوي؟ حيسوي سواب لكل العمليات دي تمام. فهسه الامور طيبه امسح المتغيرات. هسه الامور طيبه اعتقد اوكي سوري بس هنا نشيل بعد ما عندنا مشكله بيها عاشت ايدك اوكي. انا الصراحه ما جربتها يعني تنيت عليك كلاس فقلت ما راح اصير تمام. هسه يعني هسه هنا أنا اكو مشكله أبني طبعاً الويت تايم هذا الأفرج ويت تايم أبني التفاصيل. أنت مدام طلعت صراحة مدام طلعت أنت الويت تايم عندك بدون أفرج يعني الويت تايم مدام عرفت تحسبه راح تقدر تتعامل ويا شنو ويا السؤال اللي يجيك أوكي. هي انتبهوا في الملاحظة قبل اللي يخلص الوقت قالت راح أجيب لكم تعاريف احتمال يعني تعاريف تجيكم على شكل MCQ يعني أو يطلقكم كود يكون على يعني شكل MCQ جوابه تمام. يعني انت الثريدات والفورك يعني ذني كمال مال العمليات الخاص العمليات الخاصه بالبروسيس جدا مهمه يعني لازم انت تعرفهم اللي هن بالمحاضرات يعني ما راح نتطرق لهن هسه ليش لهن اصلا ما جت بالمحاضرات اوكي. فلازم تكون تعرفهم انت يعني جزء تجيب لك مثلا ممكن تجيب لك مثلا سوي هاي مثلا سؤال سوي لي هاي الخوارزمية مال الفيرست شو اسمه الفيرست كم فيرست يرفد مثلا على شكل ثريد مثلا او على شكل فورك بروسيس اكيد مثل جدا كودها سهل مجرد تنسخها وتسويها على شكل ثريد اوكي. وموجودة بالمحاضرات كلها يعني شلون تسوي مثلا شلون تجمع رقمين دالة هاي مجرد تجيب تخلي دالة شنو دالة ال الفيرست كم فيرست انا ايش قلت لكم دواء حتى شنو للسهوله اوكي حتى قبل تنسخها ما تخليها. والكود احاول انزله لكم يعني بالش اسمه بالقناه في الجروب اوكي. اذا اكو سؤال شو اسمه قولوا واذا ماكو سؤال اعتقد راح البث الجاي هسه انا بث الاخر اشرح به النظري السؤال مال شو اسمه الواجب عفوا مال سكيورتي اذا يعني اذا رحمت ان شاء الله. حسن هناك سؤال شباب ماك سؤال بقى دقيقتين عفوا حتى اذا ماك سؤال نسدميت جيد ما اعتقد اكو سؤال يعني تمام براحتكم ان شاء الله. جيد جيد امير مو هذا ريكورد امير جيد عادي ابو علاوي نحبك